يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. اللي من حضراتكم بيتابع برنامجنا بصفه دايمه اكيد خد باله ان احنا دايما بنستعرض مع حضراتكم الانجازات اللي بتحققها مؤسسه نبض الحياه فيما يتعلق بالحملات والمبادرات المختلفه اللي من خلالها بتقف كتف بكتف وفي ظهر كل اهالينا اللي محتاجين كل اشكال وكل تفاصيل الحياه الكريمه. عايزين في التوقيت ده بصفه خاصه واحنا في بدايه موسم الشتاء نتكلم مع حضراتكم عن مبادره مهمه جدا بتقدمها مؤسسه نبض الحياه، والتوقيت ده هو التوقيت الامثل للمساهمه فيها والمشاركه فيها، وهعرف حضراتكم خلال لحظات ليه ودلوقتي بصفه خاصه ده التوقيت الامثل. انا منورني النهارده المهندس عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه. يا مساء الخيرات على حضرتك. مساء الفل على حضرتك. وكل سنه وانت طيب. كل سنه سعيد عليك يا رب. طيبين وبخير، ربنا يعز حضرتك. انا كنت بقول من شويه ان التوقيت ده بصفه خاصه يعتبر في منتهى الاهميه للمبادره دي بالتحديد، صح الكلام؟ صح طبعا. طيب نعرف بقى بعد اذن حضرتك الناس ليه التوقيت ده مهم. طيب احنا بننزل دايما مطروح طول السنه، طول السنه علشان نبقى في مراحل استعداد وتنفيذ، الا اننا في الوقت ده من السنه بيبقى ده الوقت الامثل لتسليم الابار. يعني على سبيل المثال ممكن نكون بننفذ عدد 50 او 60 او 70 بير في وقت غير الوقت اللي احنا فيه اللي هو موسم الشتاء. أيوة. ولكن في موسم الشتاء لابد ان احنا العدد ده يتضاعف بهدف ان احنا نقدر نملى الابار. المساحه التخزينيه بتاعت البير الخاصه بتجميع الامطار ما بتقلش عن 50 متر مكعب. تمام. ففي الوقت ده من السنه يا استاذ كريم عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا خدنا مطروح ابتداء من سيدي براني والنجيله والسلوم وهضبه السلوم، المناطق دي كلها احنا فردناها استكشافات علشان نقدر نحصر عدد الاسر اللي عندنا. ده انتوا كده داخلين على ليبيا مستر عيد. احنا خلاص على حدود ليبيا تقريبا. تمام. فالمساحات اللي هناك مساحات واسعه جدا، المساحات الواسعه دي بيبقى داخل الحيز الجغرافي بتاعها تجمعات سكنيه بتبقى بينها وبين بعضها بالثلاثه واربعه كيلو. داخل التجمعات السكنيه دي بتبقى اللي هي بيسموها حوشه ثلاث او اربع او خمس بيوت. بننزل بقى نعمل استكشافنا او بحث الحاله بتاعنا عليهم، نشوف كل بيت من البيوت دي فيه عدد افراد قد ايه، والحوشه دي استوعبها بير واحد ولا اتنين، لان ده سؤال تم اثارته مسبقا قبل كده من احد المتبرعين. ففي الوقت الحالي اللي احنا فيه هما بالمناسبه الحوش الواحد او الحوشه الواحده يلزمها بير ولا اتنين بالمناسبه يعني؟ لا ممكن يلزمها ثلاثه، ممكن يلزمها واحد بس. ايه الفكره في العدد بتاع الابار اللي بيبقى فيها؟ عدد افراد الاسر، عدد افراد الاسره وعدد البيوت والمساحه التخزينيه اللي احنا بنعملها لبير التجميع تقضيهم قد ايه على مدار فصل الصيف والخريف لحد ما ندخل موسم الشتاء. واحنا قلنا ان الحد الادنى للسعه التخزينيه للبير بتبقى 50 ال 50 متر واقصى حاجه اتحفرت قبل كده. لا احيانا وصلنا كانت اقصى حاجه 115 متر مكعب. حلو. بس ده كانت حاجه بسم الله ما شاء الله يعني استثنائي. ده كان استثنائي يعني. الموضوع اللي بيتحكم فيه طبيعه التربه. طبعا. ينفع ما هو احيانا ممكن نيجي 55 فيبقى ده قايل للسقوط الداخلي. طبعا. فبيبقى صعب. طبعا. لكن احنا بنعمل التجويف بتاعنا بشكل هندسي محدد. أوكي. وبنعمل له التبطين الداخلي بتاعه. الوقت ده في السنه مهم جدا للابار مطروح، جدا جدا جدا. طبعا. فوق ما حضرتك تتخيل، لان ممكن في موجه شتاء واحده البير يتملى. طبعا. وممكن هو يفضل لو عدينا شهر واحد ده من غير تنفيذ اكبر عدد ممكن يستنى لحد شهر ثلاثة، والموجه بتبقى في شهر ثلاثة ضعيفه شويه. فانا بتقدم بالدعوه لكل الساده المتبرعين اقول لهم احنا في قمه الاحتياج لتنفيذ اكبر عدد ممكن لمياه تجميع الامطار تحديدا. ليه احنا تجاهلنا؟ احنا ما تجاهلناش، احنا شغالين فعليا. أيه. احنا في الوقت الحالي عندنا 290 بير بيتنفذوا كابار توازيه في بني سويف، وان شاء الله المرحله اللي بعدهم هتبقى في شمال سيناء زي ما اشرنا قبل كده. جميل. باذن الله. جميل. ولكن احنا في الوقت ده عايزين نكثف الدنيا شويه في مطروح، لان احنا بنقول السنه فيها احتياج اشد واحتياج اقل. واحتياج عادي ممكن نتوانى عنه شويه، في مواسم بنشد فيها في حاجات معينه ومواسم بنقل فيها. فالموسم ده تحديدا هو موسم ابار تجميع مياه الامطار في مطروح. طب للي ما يعرفش من مشاهدينا تكلفة حفر البير الواحدة من دول يعني 25,000 وتكلفة البير طبعا. و 25,000 احنا في اماكن تانية كتير جدا بتعملوا بارقام اكبر من كده بكتير. يكاد يكون يبقى داخل على ضعف الرقم ده. لكن احنا بنقدر من خلال اننا نجمع عدد كبير من الابار، ومن خلال المقاولين اللي شغالين معانا بصفة مستمرة وناس كله بيشهد لهم بالامانة والخبرة، بنقدر ان احنا نعمل البير بتاعنا بالتكلفة دي. عايز اقول لحضرتك حاجة، رغم ان البير سعره بيزيد عن كده في العديد من الاماكن، كمان مساحته التخزينيه بتقل عن كده. يعني مهم جدا ان الساده المتبرعين يبقوا فاهمين البير مساحته التجويفيه
كم متر مكعب، المواصفات الفنيه بتاعته عامله ازاي. البير ده مش من الابار اللي بيبقى ليها منظر خارجي طبعا نقدر نقول حفره يا دوب، هي الحفره كلها اللي هي الفوهه دي. وان شاء الله في تقرير بعد كده ممكن، يعني انا في السفريه الجايه هنزل جوه البير اصور شكل البير من جوه، التجويف الداخلي بتاعه عامل ازاي ومراحل التنفيذ بتاعته عامله ازاي. ولكن هو فوق الارض بيبقى حاجه بسيطه جدا اللي هي من خلالها بيقدروا يخرجوا الميه، فدي التكلفه بتاعته، دي المساحه بتاعته. عايز اقول لحضرتك زي ما اشرت في فعليا اماكن تانية كتيره جدا بتنفذ بتكلفه اكبر، ورغم كده المساحه اقل، تخزينيه اقل، المساحه التخزينيه اقل. طيب اللي عايز يعمل كده بس المبلغ بالكامل مش متوفر معاه، ايه الاختيارات اللي قدامه؟ احنا طول الوقت في كل المبادرات بتاعتنا فاتحين باب المساهمه حتى في ملف النخيل، يعني مفيش حد ادنى من التبرع. احنا الفكره بس كلها في ان هو احنا قلنا الحد الادنى للتبرع لو اشرنا ان هو ب 200 جنيه مثلا. ليه قلنا 200 جنيه؟ علشان يوصلوا المندوب، يعني هي الفكره مفيش حد ادنى خالص للتبرع، لكن علشان اقدر اتحمل تكلفه ان انا ابعت المندوب لازم يكون التبرع لا يقل عن طب في حاله ان حد عايز يتبرع بمبلغ زي ال 200 جنيه يقدر يتوجه لاي مكتب بريد، يقدر يقدر يتوجه لبنك السي اي بي، يقدر يكلمنا يشوف اي وسائل التواصل بتاعتنا عامله ازاي. يقدر يجمع زي ما ناس كتير جدا، انا عايز اقول لحضرتك في نموذج عندنا كويس جدا ربنا يكرمها عامله لنا، بس هي رافضه ذكر اسمها، يعني عامله حصاله. كنا عملنا مبادره في احدى الزراعات بتاعت وقف النخيل، ادينا للناس كلها حصالات، مش الفكره منها ان هم يملوها ويرجعوها لمؤسسه نبض الحياه، الفكره منها ان هم يحطوا فيها كل يوم حتى لو جنيه ويعملوا بها خير. الخير ده فين والايه مش مهم، حتى لو مش من خلال مؤسسه، مش مهم خالص مؤسسه، يعني مش مهم، المهم ان احنا ننشر فكر. المهم ان احنا ننشر فكر الخير. فكنا واحنا معاهم في الرحله قلنا لهم يا جماعه دي حصاله هديه ليكم، الحصاله دي جمعوا فيها ولما تتملي افتحوها واعملوا بها اي خير. كانت ردود افعال الناس ايه ده وقت وانتم بتقولوا؟ انا عايز اقول لحضرتك لا مبسوطين جدا، ده احنا الرحله اللي بعدها ما ادينا لهمش جدا، وعلى فكره وذكيه جدا طبعا منك. طبعا احنا الفكره كلها ان احنا ننشر الخير، احنا حبينا ان احنا ننشر الخير. عايز اقول لحضرتك جابت الحصاله وفتحتها ولقينا الحصاله مليانه، يعني هي فيها كان اعتقد كام 10 وكام 5 ومليانه جنيهات وبتقول اعملوا لي خير بدول. فبقول لها طب احنا نعدهم عشان نعمل لك بيهم الايصال. قالت انا مش مهم اعرف الرقم اللي فيها كام، المهم زي ما انتوا نشرتوا فيا تعملوا لي بقى خير. ليه بقى؟ لان انا بنتي غارت مني وطلبتني ان انا اجيب لها حصاله وبتعمل نفس الموضوع، هتملاها وهتجيبها لكم. الفكره يا استاذ كريم ان احنا عايزين الخير يا عم. احيانا بيقابلني على فترات طويله جدا، يعني انا في عملي الاجتماعي ده من 12 او 13 سنه، فبشوف على الساحه احيانا ناس زي ما ناس بتدعي للخير، في ناس دايما على النقيض بتدعي دعوات توقف الخير او تخلي الخير ما يستمرش. ليه كده؟ فانا بنشدهم اقول لهم يعني لو ما نشرتوش الوعي للناس، وانا هشير مع حضرتك دلوقتي اليات التبرع اللي تخلي الناس مطمنه، اللي تخلي الناس داخله فيها ما نشير دلوقتي وكلام. طيب يعني انا بس حابب اقول لهم يعني اتقوا الله شويه، يعني لو انتم ما ساهمتوش او ما ساعدتوش الناس ان هي تتعود حتى على الخير، انت الخير الصدقه بمجرد ما بتقدمها خلاص هي طلعت من ذمتك واصبحت في ذمه المتلقي. هيعمل بها ايه؟ هو هيحاسب عليها وانت هتؤجر عليها من وقت خروجها. لكن احنا حابين نشير للساده المتبرعين، نقول لهم المره الجايه ان شاء الله في وجودي مع حضرتك هجيب نموذج للايصال القانوني اللي لو حد واخد ايصال غير الايصال ده ما يتبرعش بيه. الايصال ده بيبقى متضمن ختمين، ختم المؤسسه اللي هو بيتبرع فيها، احنا بنتكلم بوجه عام، هو يعني هو النصب ما سابش حاجه حتى الخير وعمل الخير. واحنا واجب علينا التوعيه، يعني احنا في الحاله بتاعتنا واجب علينا التوعيه. احنا مؤسسه مظله بنناشد الجمهور نقول لهم خلي بالكم اعرفوا اليات التبرع القانونيه ايه، شكل التبرع القانوني ايه. فانا حابب ان الساده المتبرعين هنعرض لهم النموذج بتاع التبرع، ايصال التبرع. النموذج ده بيبقى فيه لازم يكون متضمن ختمين، الختم الاول ختم المؤسسه اللي هو بيتبرع فيها، والختم الثاني ختم تصريح جمع المال التابع لوزاره التضامن الاجتماعي. وده هنعرضه في مره ثانيه، ولازم يكون متضمن اسم المتبرع والمبلغ اللي متبرع بيه ووجه التبرع بتاعه ايه، ويكون عليه توقيع المندوب بتاعه. دي بيانات لابد منها، ولازم حضرتك لما يجي لك مندوب لحد باب البيت تتاكد منه باي اليه من او باي وسيله من الوسائل اللي هي اسالها ليهم كارنيهات معينه، في الاي دي بتاعه وفي الرقم التعريفي بتاعه، ويقدر في اي لحظه يتصل بالرقم بالخط الساخن مثلا لو في مؤسسه نبض الحياه على 15 740 يقول لهم انا قدامي دلوقتي المندوب فلان الفلاني،
بيأكدوا له في لحظتها. أوكي. لازم يتأكد بكل السبل ان ده المندوب تابع للمؤسسة، لان برضو في طرق احتيالية ان بعض الناس بتدعي احيانا ان هم مش تابعين لمؤسسات وهم مش تابعين للمؤسسات. مصيبة والله. وده توعية، ده ما بيحصلش عندنا يعني، ده بفضل ربنا ما بيحصلش عندنا، لان احنا عندنا سيستم اداري حاكم الموضوع ده جدا. لكن انا بوعي الجمهور اقول له خلي بالك طول الوقت انت بتعرض للاستنزاف في الموضوع ده، فخلي بالك. كمان احنا بنأكد كمان يعني، احنا عاملين عدة اوجه للتواصل القانوني ما بيننا وما بين السادة المتبرعين. طبعا احنا خاضعين لوزارة التضامن الاجتماعي، الادارة المركزية في وزارة التضامن، وكمان احنا بندي مع الايصال عقد، العقد ده بيكون موثق ما بيننا وما بين السادة المتبرعين، سواء كانوا بيتقدموا للمساهمة في اي مشروع من مشاريعنا. اي حد بيتقدم للمساهمة بصك كامل لازم ياخد العقد، لكن لو بسهم مش لازم ياخد العقد، يكفي الايصال بس. بالتالي كده الصوره بقت واضحه تماما. انا حبيت اشير للموضوع ده، لان على الساحه قضايا كتيره جدا، وانا بصفتي قانوني فانا طول الوقت بحب اشير ان هو يا جماعه خلوا بالكم طبعا. الاليه القانونيه للتبرع كذا الوضع، احنا نحب الناس دايما يبقى عندها توعيه في المجال بتاعنا. طيب بما اننا بقى فتحنا الكلام مع حضرتك النهارده عن حفر ابار تجميع مياه الامطار لاهالينا اللي في صحراء مطروح وصحراء براني، استاذنك نعرض تقرير نشوف من خلاله الناس اللي احنا بنتكلم عليهم، اهالينا اللي عايشين هناك عايشين في اجواء عامله ازاي، وظروف معيشيه وحياتيه شكلها عامل ازاي. تابعوا معنا. المعنى بتاع ان عمل الخير دايما بيظهر احلى ما فينا من رضا وقناعة وحب الخير لكل الناس، لكن دايما بتلاقي في ناس بتديك معاني عظيمة جدا في قلب عمل الخير. البير اللي قدامنا ده مكتوب أهالي مدينة المحمودية، اللي احنا متأكدين منه ان مش كل أهالي مدينة المحمودية الكبار والصغيرين يعني كلهم مشتركوا في العمل ده، لكن اكيد في واحد او اتنين او مجموعة بسيطة جدا، ولكن عندهم حب ان هم يشركوا الغير معهم في الخير. هو المعنى ده الحقيقي اللي بيخلي الواحد من كل قلبه يدعي لأصحاب البير ده ويقول يا رب يبارك فيكم على التعاون ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاون أعظم من إن أنت تتعاون عشان تقضي حاجة الناس، ده أنت تشرك غيرك في الخير اللي أنت ما تعرفش عنهم حاجة خالص، وده قمة السماء الروحي وقمة الرضا والقناعة. عشان كده بتحب تشكر ربنا بإنك أنت تشرك غيرك في الخير. وفي مسيرة الخير وفي مسيرة العطاء اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة هنا في صحراء براني، بنستلم دفعة جديدة من الأبار، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذه البئر، بئر صدقة جارية على روح المرحوم في الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الحي الفقي. بنقول له صدقتك وهديتك وصلت إلى أهلها هنا، وبنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييك حياة أبدية في نعيم مقيم، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتك، وأن يجعله شافعا وشاهدا لك يوم لقاء الله رب العالمين. جينا عند العمل الصالح اللي قدمته الحاجة نفيسة، وبنقول لها ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا يا حاجة نفيسة، عملك وصل وهديتك وصلت، وربنا يجعله في ميزان حسناتك انت وكل اللي جمعتيهم معاك في الأجر واللي أسماهم على البير وذريتك وأحفادك يا رب العالمين، وكمان المرحوم السيد مصطفى ربنا يا رب ينور قبره ويجعل هذا العمل في موازين حسناتك وحسناته وحسنات كل اللي جمعتيهم معاك في الأجر ده يا رب العالمين. هي الباقية كما قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء ليس له من ماله إلا ثلاث: أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. فهذه الصدقة هي الباقية، هي التي تبقى للعبد يوم القيامة. وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في استلامنا للأبار بنستلم بئر المهندس حسيب حسن صالح والمهندسة مجدة وهبي محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، وأن يوسع عليهم كما وسعوا على هؤلاء، وأن يخلف عليهم بخير مما أنفقوا يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جميل. طيب ننتقل بقى مع حضرتك في
قول الأربع دقايق اللي فاضلين على نهاية فقرتنا دي الملف جميل جدا، المزرعة الجديدة أخبارها إيه؟ طيب يا رب الأربع دقايق يكفونا. هو بس أنا حابب أشير أعمل لفتة حلوة جميلة قوي كده من بموجب التقرير اللي إحنا لسه شايفينه دلوقتي حالا. في أول التقرير الشيخ حافظ ورانا بير كده بتاع أهالي قرية المحمودية. شفت بقى حضرتك الخير لما حد يبقى عايز يعمله ما بيوقفش لعند صدقة كسة ولا صدقة بتتقدم كصك كامل. عندنا في المزرعة في حد اتبرع بعشرين نخلة، عمل بقى لنفسه والده ووالدته وأولاده عشرين نخلة. ولقيته بيتصل بيا بيقول أنا عايز أعمل خمس نخلات، فبقول له طيب يا باش مهندس هتكتبهم باسم مين المرة دي؟ قال لي باسم المسلمين الغير قادرين على الصدقة. يا سلام، تخيل حضرتك. فتخيل ان في ناس جوه منها الخير، زي ما كنا بنذكر قبل التقرير في ناس بتناقض الخير ده، لا ده في ناس جوه منها خير كبير جدا. وفعليا يا أستاذ كريم والله بيتصل بيا يقول لي الخمس نخلات دول مش عايزهم باسم حد من أهلي خالص، أنا عايزهم باسم الفقراء المسلمين. وكل تبرع هدخله بعد كده في وقف النخيل باسم فقراء المسلمين. فالخير اللهم لك الحمد هو ده اللي بيدينا الإحساس بقى إن إحنا موجودين وإن إحنا لنا كينونة وإن إحنا شغالين. مزرعة وقف النخيل بقى أيوة. إحنا فرحنا بالألف فدان والستين ألف نخلة، وفرحنا إن إحنا شاركنا من المصريين ستين ألف متبرع كان ليه السبق في ان هو يبقى في اول وقف خير اتعمل في مصر. بس الناس طول الوقت بتطالبنا ان هو ما تحرموناش، علشان كده سعينا وبقى عندنا ال 8000 فدان. ال 8000 فدان دي احنا بس مش هنعملها نخيل، طول الوقت الناس بتقول لنا فين الزراعات التكميليه، فين الزراعات اللي هي زي الزيوت العطرية، منتجات الزيوت العطرية. بس انتوا ابتديتوا ده في الألف فدان مبدئيا؟ لا، الألف فدان كان نخيل بس. نخيل ونخيل مجدول بس. وزي ما أشرنا قبل كده احنا بنستهدف المجدول تحديدا لمليون سبب. أولهم المساهمة في رفع الوضع الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة وتشغيل عمالة وفتح باب التصدير. حاجات كتيرة جدا الحمد لله بفضل ربنا. ولكن احنا هنا هنبدأ إن شاء الله بعد رمضان مباشرة أو بعد العيد الصغير مباشرة في أول 250 فدان لزراعة النخيل المجدول داخل ال 8000 فدان. ومش بس كده، وكمان هنبدأ نشتغل في الري المحوري للزراعات التكميلية، فهيبقى في زراعة موسمية زي البرسيم الحجازي وزي الرز وزي النباتات الزيوت العطرية. فالخير إن شاء الله اللي احنا هنقابله داخل ال 8000 فدان عايز أقول لحضرتك هيبقى فياض جدا ما شاء الله. ومن خلال حضرتك أنا بعلن المبادرة بتاعتنا لبداية زراعة فدان الخير. مشروع فدان الخير احنا هنطلقه في شهر 5، واحنا جاهزين من النهاردة لاستقبال اي حد حابب يساهم في فدان الخير للزراعات التكميلية، علشان الفترة اللي هي بتاعة الخمس سنين لحد ما النخل بتاع ال 8000 فدان يبدأ يشتغل ويبدأ ينتج يكون عندنا زراعة تكميلية جنب منه بتخدم على الأرض هيشتغل وبتساهم في الاقتصاد بتاع الدولة إن شاء الله، وهينتج إن شاء الله والدنيا هتحلو إن شاء الله. لأن المشروع ده مشروع أقل وصف ليه إنه مشروع عظيم ومتكامل، وان شاء الله باذن الله فعلا هينتج عنه خير كتير باشكال كتير ان شاء الله لكتير من اهالينا. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا في حلقه النهارده جزيل الشكر. شكرا لحضرتك استاذ كريم، شكرا على حضرتك ان شاء الله باذن الله. طيب خلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل الكلام. اتفضلوا.